ماذا أيضا يستلزم فهم الموقف، انت الموقف الأمريكي باعتبارها القوة الأعظم، والقوة تقريبا اللي عندها أكثر أرصدة وأكثر نصيب في صندوق النقد الدولي، هو المؤثر في قرار صندوق النقد الدولي. ثم كلمة مفتاح في كلمة صندوق، في كلمة وزير الدفاع الأمريكي الأخيرة في معرض حديثه عن شأن التونسي ضمن الأجندة الإقليمية، يحكي على غرباء يريدون أن يسيطروا على القارة، يعني ويحكي تقريبا في إشارة إلى المحور الصيني الروسي الإيراني. يعني ما هو دور تونس في هذا المحور؟ ما هو موقع تونس في هذا المحور الذي أشار إليه بشكل غير مباشر وزير الدفاع الأمريكي؟ شو مرة أخرى، يعني هذا صراع المحاور موجود اليوم على القارة الإفريقية، واليوم ثم تنافس محموم على السيطرة على القارة الإفريقية، سيطرة بطريقة أخرى يعني بتواجد وتعاون اقتصادي وتكون منطقة تأثير ونفوذ لهذا القطب أو ذاك. فما تنافس كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، هذا في حتى شك. احنا في تونس ما عندناش حتى مصلحة في أن نكون في طرف في صراع المحاور. عندنا يلزم أولا كتونسيين نتفق على المصلحة الوطنية وما هي مصالحنا الحيوية ومع من تقوم هذه المصلحة وكيف نرعاها. هذا مع الأسف مش موجود اليوم في تونس، ما ليش اتفاق. العالم الكل رغم خلافاتهم الداخلية في كل دول العالم تلقى فم اتفاق على المصالح الحيوية للبلدان، والجميع يعمل على تحقيقها وعلى حمايتها. هذا يلزم يكون نبنيه ونتفق عليه أولا وقبل كل شيء تونسيا. وش يخلينا احنا نصبح ورقة في الملف الدولي هو عندما نضعف، عندما تضعف مؤسسات الدولة، عندما الدولة هذه تكون في مهب الريح وتكون تواجه في أزمات غير قادرة على حلها، فإن الأطراف الدولية تتدخل على اقتراح المساعدات، ولكن في الحقيقة هي نحو أنك تصبح أحد أطراف المحور الدولي وهذا الصراع الدولي مع هذا أو ذاك. وتونسيين الآن سي عصام عبر قراءتك ربما للدبلوماسية التونسية خلال السنة الأخيرة؟ تونس أعتقد أنه في موقف ضعيف، يعني ما شايفين احنا سياسة حيوية لتونس لا إقليميا لا دوليا. يعني اليوم مثلا تونس غائبة عن الساحة الليبية وهي ساحة حيوية بالنسبة لنا لحاضرنا ومستقبلنا. وين تونس من الأوضاع في ليبيا وكيف تنظر إلى استقرار ليبيا ومستقبلها؟ تعزيز التعاون مع شقيق الجزائر رغم البعض الأحيان العناوين البراق، لكن على أرض الواقع يعني التعاون هذا مازال ضعيف، ومن الشايفين لسياسة واضحة المعالم لبناء ربما محور مغاربي يقوم يعزز هذا التعاون، يكون فيه اتفاق بين دول المغرب العربي. وهذا ممكن ممكن، يعني شو اللي يمنع اليوم أننا نتفق مع الإخوة الليبيين مع الإخوة في الجزائر وهذوما جيراننا المباشرين على سياسة إقليمية تكون فيها الكلمة واحدة ونعزز التعاون والتبادل الاقتصادي؟ هذا يعطينا مناعة وقوة ونمنع الأطماع الخارجية في منطقتنا. نرى أنه اليوم فما غياب لرؤية استراتيجية وللسياسة الدولية لتونس نتيجة يعني الانكباب على محاولة إخضاع الدولة لإرادة شخص واحد وإخضاع مؤسسة الدولة. الهم الوحيد هو كيف اليوم نلغي أي حوار ممكن، أي دور ممكن للمؤسسات من أجل فرض تجميع السلطات بيد رجل واحد وبعد يأتي ذكره. بعد سنجد الخراب وعدم القدرة على التعامل مع عالم متغير يمر بعواصف كثيرة تستدعي كما قلت قبيلة تحسين الجبهة الداخلية والبحث على تحالفات ثابتة في المنطقة. ومقومات هذا التحالف الثابت أعتقد أنه موجودة بين تونس والجزائر وليبيا، ولكن مع الأسف احنا مش قاعدين نشوفها ومش قاعدين نسعى لها. اللي يؤلمني أكثر أنه ما شو هو عندنا قدرة على التعاطي مع الساحة الليبية والملف الليبي. أصبحنا احنا اليوم في وضع شبيه لوضع إخواننا الليبيين من حيث ولات تونس أحدى أوراق الملف الدولي، بينما كان تونس متروح أنها تلعب دور في حل الأزمة الليبية ويكون عندها دور مؤثر. اليوم احنا أصبحنا تونس وليبيا ينظر إلينا كدولتين في حاجة إلى التعاون، حتى لا أقول التدخل الخارجي، لمنع تدهور الأوضاع أكثر فيها. نعم، لمنع تدهور الأوضاع ولإنقاذ الدولة. سؤال أخير، هل أنت متفائل لتحقيق هذه الأهداف؟ التفاؤل هو اللي خلينا أن نواصل، التفاؤل هو اللي خلينا أن نستمر وأننا لا نصاب بالإحباط.
أما التفاؤل هذا مش يعني يخلي الإنسان يحلم. التفاؤل هو يخلينا نعمل أكثر. مع الوضع صعيب، الحلول لن تكون إلا اليوم ولا غدو يعني في القريب العاجل، لكن احنا في وضع مع الأسف الخطوة الأولى هو منع الانهيار ثم بداية الخروج من هذه الأزمة. وجبنا بغض النظر متفائلين ولا لا، بغض النظر على تقديراتنا، وجبنا أن نضع كل ما نملك كتونسيين كقوى سياسية، أن نضع كل قدراتنا لوضع خطة للخروج من الأزمة هذه اليوم قبل غدوة، لأن كل ما نتأخر في الخروج من هذه الأزمة كل ما الفاتورة تكون باهظة، وربما نصبح غير قادرين على تحمل الكلفة متاعها. اليوم لابد أن يكون عندنا ثقة في أن التونسيين، نحن وصلنا في سنوات خلت إلى أزمات حادة مش بالحدة اللي نعيش فيها اليوم، واستطعنا أن نتجاوز هذه الأزمات بفضل الحوار قبول بعضنا البعض. اليوم ما عندنا حتى حل، حتى حل إلا نقول في رواندا صارت حرب أهلية وملايين الضحايا، في الآخر قاعدوا على مية حوار، اليوم رواندا مثال للحكم الرشيدة وللتنمية ونسبة النمو فيها تقارب تخدم على رقمين. نعطي مثال لبنان، حرب أهلية بعد قاعدوا وعملوا اتفاق الطائف وإلى الآن مستمر رغم الأزمة، قابلين بأنهم يقبلوا بعضهم البعض ويتحاوروا مع بعضهم البعض. شو اللي يمنع اليوم في تونس أن التونسيين على اختلافهم الديمقراطية؟ تعني الاختلاف لكن تنظيم الاختلاف، والاختلاف والديمقراطية لا تعني إلغاء الآخر. وحتى في الديمقراطية اللي يربح الانتخابات ما عندوش يسك على بياض إلغاء الآخرين، عنده ورقة وعنده توكيل محدود في الزمان وفي الأهداف لتنفيذ سياسات معينة. يلزم اليوم نكف على الاعتقاد بأن الديمقراطية هي وسيلة لاستمرار الحرب الأهلية بطريقة أخرى. كان قبل الاستبداد يلغي، اليوم نعتقد أن الديمقراطية من أجل أن يفوز يلغي الآخر، أو نتسابق من يصل لإلغاء الآخرين. الديمقراطية هي أولا أن نثبت أسس العيش المشترك وأن نتعاون ثم نتنافس فيما نحن نتنافس حوله.